السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى ناظم. اليوم شرحنا عن كيفية تحميل برنامج الاكس لانش باد. هذا البرنامج الذي يعمل على النظام الماك. وظيفته انه يعد الصفحات وليس مثل ما تشوفون هيك، يعني عندنا صفحات بها عدة ايقونات. خلينا نشوف شلون. كل ما علينا هو تحميل البرنامج. الاكس لانش باد الخاص بالويندوز الاكس بي والسفن والويندوز 8. انتظر قليلا، الان نضغط على سكيبات. اوكي، نضغط على داونلود ناو، اسمه اكس لانش بات. اوكي، ننتظر قليلا لحين بدأ الداونلود. اوكي، نضغط على ستارت داونلود اوبن نيكست ستيب اكسبت. الان بدأ عملية الداونلود. اوكي، الان انستول نيكست نيكست next. اوكي، ننتظر قليلا لحين انتهى. اوكي، اجري. الان لانش اكس لانش باد ان شاء الله مثل ما تشوفون اصبح مثل الويندوز، عفوا مثل نظام الماك. طبعا اذا اريد انا مثلا اضيف ايقونة او اضيف ملف تشغيلي، كل ما علينا هو اتباع التالي. نضغط كليك ايمن، بعد ذلك اد. اذا كنت تريد فايل او فولدر او ويب او ارل او كمبيوتر او ديكومنت، المهم هنا كل الاضافات اللي تريدها. مثلا على سبيل المثال عندي فايل، يقول لك يا فايل تريد اضيفه. مثلا على سبيل المثال Program Files Internet Download Manager على سبيل المثال. اوكي، اضيفه مثل ما تشوفون تم تشغيل البرنامج. البرنامج روعة غاية الجمال، يعني اصبح النظام الويندوز اصبح كأنه ماكنتوش مثل ما تشوفون، انه شبيه أصبح شبيه بالنظام الماك. طبعا بإضافات عديدة. طبعا تقدر تروح على السيتنج وتحط الإعدادات مالته، تريد تحط اللغة مالته عربية، هذا التصميم شلون تغيره، التنشيط والمظهر شلون، يعني هذه هي الضبط العام للبرنامج. طبعا أتمنى أن يكون البرنامج نال إعجابكم، وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة.